طيب كويس جدا، معايا واحد من العظماء الحقيقه في عالم التدريب بالنسبه لحراس المرمى، كابتن احمد ناجي. يعني هو اللي هيفصل لنا في كل هذه الامور، يعني مش هلاقي افضل من الكابتن احمد ناجي طبعا، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني السابق ومدرب حراس مرمى نادي سموحه والاهلي طبعا وانديه كثيره جدا، ولكن كابتن احمد ناجي دائما في قلب كل الاهلاويه. يا كابتن ناجي ازي حضرتك؟ ازيك حبيب قلبي، وحشني جدا. انت اللي وحشني جدا جدا، ويعني دايما بنستمتع بيك يعني والله. حبيبي حبيبي يا اسلام، اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ انا بخير بخير جدا الحمد لله. الحمد دايما يا رب. كابتن ناجي، خلال الفتره الاخيره او بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، هل من وجهه نظرك ان هناك نزول في مستوى محمد الشناوي وابو جبل ومحمد صبحي الثلاثه اللي تم اختيارهم لقائمه كاس او قائمه تصفيات كاس العالم في المباراه القادمه ولا لا؟ اولا انا ما بحبش السؤال ده اساسا. نعم، يعني ما بحبش السؤال ده وما بحبش الخوض في يعني ترقيم الحراس دي، يعني اللي هم مرقمين اصلا. ايوه، ودايما انا كنت بقول ان الحراس اللي بيخطأ اخطاء مختلفه في فترات متباعده فده الفرز الاول. يعني يخطأ مره في قرار، يخطأ مره في بوزيشن، مش عارف ايه، ده العادي جدا، يعني ده العادي جدا. ما هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اوصلها، لان انا عارف ان حضرتك هتردك، لكن انا النقطه اللي انا عايز اوصل ليها ايه، ان حتى لو هناك سوء في او مش سوء في المستوى، قله مستوى. ليه؟ يعني حصل للشناوي مثلا خطا مره، وبعد شهرين حصل له خطا، وبعد شهر بعدين مفنش. فده طبيعي. بتتكلم مفنش كل المباريات الاخيره كان رائع جدا وكان مؤثر في نتيجه المباريات. بالظبط. ابو جبل نفس الحكايه، مفنش كويس جدا والاثنين كويسين، وصبحي عامل مباراه رائعه، اخر مباراه عنده خطا، ده العادي جدا في العالم كله. العالم كله ده مستوى الحراس. لما انت بتاخد مجموعه من القرارات كبيره كل مره، مش معقوله هتاخد كل القرارات صح. مظبوط. يعني حتى لو انت قاعد كده في بيتكم وقدامك اكل لذيذ وشرب وفاكهه وعايز تاخد 70 قرار، مش معقوله هتاخدهم كلهم صح. مش حال بقى وانت بتلعب تحت ضغط عصبي وجماهير ومسابقه وخروج وصعود للدور الثاني. يعني المساله مساله انه التقييم اللي هو السريع ده طبعا مش صحيح خالص، زائد ان مساله مين هيلعب دي، ده سؤال انا ما بحبوش خالص بقى. لان حراس المرمى في العالم كله الحارس بيلعب 20 سنه، الحارس الاساسي بيلعب 20 سنه. ايوه، كان ابو جبل ظهر بمستوى جيد في الكره الافريقيه، فده طبعا بقت ميزه ان احنا عندنا حارسين كويسين، لكن الحارس الاول هو يظل الحارس الاول بخبراته، بعدد ساعات لعبه الدوليه، 4 مرات كاس عالم للانديه، بطوله افريقيه، كاس عالم في روسيا، عنده مخزون كبير جدا وعنده يعني خبره دوليه، عنده ثبات عالي جدا، مادي 5 6 سنين ورا بعض، ما يعني لو اخطاه يعني تكاد تعد على الاصابع. نعم. طيب برضه يا كابتن، السؤال اللي عايز اساله لحضرتك، ايه الفارق ما بين الحارس الاول والحارس الثاني والحارس الثالث؟ الحارس الاول اللي هو يعني مثلا احنا قعدنا نلعب بالحضري كام سنه في الاهلي وفي المنتخب جداً. فتره طويله جدا. مظبوط. الاهلي ما كانش فيه حراس، كان فيه نادر السيد وكان فيه عبد الواحد السيد وكان فيه حراس كتيره جدا معاه، لكن هو خلاص بقى هو الحارس الاول، لانه اكتسب الخبرات اللي خلته الحارس الاول، المستوى البدني والفني والذهني والنفسي وكل الحاجات دي متجمعه، والباك جراوند والقبول عند الناس، حاجات كتير جدا في المسطره يعني بتبقى في الحسبان. فبقى الحارس الاول لما جه الكيرف الحضري ينزل، وخدنا قرار في كاس العالم ان الشناوي هيلعب، خدناه على اساس ان العناصر دي بدات يعني تقل. اوكي. من حيث الرشاقه والسرعه والمرونه الحاجات العناصر اللي انت عارفها دي بدات تقل، فقلنا ان مصر لم تنضب وفي حارس طالع واعد الحمد لله، يعني خلال المعسكر والمباريات الوديه، وكان اخرهم البرتغال، كان مستوى رائع وحاجه جميله جدا، فقررنا ان هو ياخد كاس العالم، وقد كان، ومن ساعتها هو الشناوي الحارس الاول للمنتخب مصر.
ما عادش الا في استثناء اصابه مره او مرتين. في ليبيا كان نجاك للاصابه لعب ابو جبل وكان رائع ابو جبل. مظبوط. وفي البطوله الافريقيه برضو اصابه ولعب ابو جبل وكان هايل ابو جبل. وده زي ما قلت لك دي ميزه كويسه ان عندك الحارس الاول حارس كبير والحارس الثاني حارس كبير. كابتن ناجي في مثل هذه المباريات تعديت بالحاجات دي كتيره جدا. في مثل هذه المباريات انا مقبل على مباراه مهمه جدا لل 100 مليون بقى، دي ما فيهاش 50 مليون ولا 80 مليون ولا 90، لا دي ال 100 مليون كلهم بينتظروا هذه المباراه. كيفيه ال انت متاكد ان هم 100 مليون بس؟ هم 103 وانا ماشي في صلاح وانا ماشي امبارح في صلاح سالم شفت ان هم 103، قلت لو في 3 مش مهتمين هيبقى في 100 مهتمين يعني. خلينا نقول لهم 100، ال 100 اللي موجودين يا كابتن يعني كيفيه التحضير لهذه المباراه؟ انت حضرتك عديت بهذه الامور فترات وكذا مره سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني، وبالتالي شايف التحضيرات ماشيه بشكل جيد، شايف ايه من وجهه نظرك؟ عايز اقول لك اتفضل. طبعا ان اللعيبه اولا فرقه الزمالك جايه من سفر، وفرقه الاهلي جايه من سفر، فرقه بيراميدز جايه من سفر، والمحترفين جايين من سفر، يعني كل الاربع الناس اللي انت مختار منهم العناصر بتاعتك كلهم جايين من سفر ومن مباريات، يعني جايين من احمال عاليه. نعم. الثلاث ايام دول هيبقى في تحاكير ثلاثه يتعمل. ايوه. الاستشفاء يتعمل مظبوط جدا. على اعلى مستوى عن كل الناس المجهده والتعبانه دي، واللي حتى بتوع الدوري المصري برضه لاعبين مباريات مضغوطه، فهيبقى الاستشفاء واستعاده الشفاء دي من اهم الحاجات اللي تتعمل. ثاني حاجة الإعداد الذهني والنفسي للاعبين، وده طبعا من بقى ضبط التوتر واستعادة محاولات النجاح اللي قبل كده، ويعني تخلي اللعيبة في حالة نفسية رائعة وتفكرهم بنجاحاتهم، الموتيفيشن الدوافع، أيوه، الدفاع عن شرف الوطن وحاجات كتير جدا جدا. ثالث حاجة اللي هو تكتيكس اللي انت بقى هتعمله، اللي هو اللي انت هتستخدمه في المباراة، يبقى انت هتشتغل في الشغل الفني في التكتيك بس. اللي هو يعني مش هيبقى فيه لود بدني خالص. يعني مثل هذه المباريات دي ما فيهاش قبلها بيومين ثلاثة فيش حاجة اسمها لود بدني ولا بتاع. لا خالص، ما عندكش فرصة، لأن حتى اللعيبة أنت ما دخلتهمش تستشفى كويس، أنت مش هتعرف تستخدمهم، لازم يبقوا يعني يوم المباراة واقفين على رجلهم كويس. لا، وفي درجة عالية جدا من التركيز الذهني والإعداد النفسي، اللي هو هيلعبه كمان منافس قوي جدا جدا جدا. زي إن أنت عشان يعني ضبط التوتر ده موضوع كبير جدا. نعم. والبطارية النفسية بتاعت ضبط التوتر دي حاجة كبيرة جدا. طبعا الجهاز الفني على مستوى عالي جدا من الخبرة، وراجل يعني عندنا مدرب وقف على بنش ريال مدريد، وقف على يعني مانشستر يونايتد، البرتغال ومانشستر يونايتد، يعني عنده من الدرايه كافيه جدا ان هو يعد اللعيبه اعداد نفسي عالي جدا. فاذا اتعملوا الثلاث حاجات دول كويس ان شاء الله نخش المباراه بشكل.